طابت الأوقات بكل الخير. اليوم نتحرى مع ملايين المسلمين في كل بقاع العالم ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هي وأن يكون في هذه الجمعة الأخيرة في رمضان وفي ساعة الإجابة وفي ليلة القدر أن نبتهل للمولى سبحانه وتعالى أن يعطينا هو على قدره وليس على قدر ما نستحقه من عمل أو قدر ما نسأل من فضل. فنحن نسأل الملك الديان العفو والغفران في شهر القرآن شهر رمضان. الحقيقة كما قال الأخ فهد نحن نتحدث عن مدخل خطير. التكنولوجيا دائما لها شقان، الوجه السيء والوجه السلبي، والوجه الآخر الوجه الحسن والإيجابي. مجتمعات كثيرة تركز على الجانب الإيجابي وتأخذ بالتكنولوجيا وتنطلق، ولكن مجتمعاتنا للأسف الشديد غفلت بعض الأسر عن أهمية الرقابة، عن تأثير ومعدل استخدام هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية، فيديو جيمز، الأطفال الصغيرين مبهورين فكرة 3D جرافيكس، نشوف شخصيات بتتكلم وبتجري وتتسابق وتقاتل، في تسلية وفي أكشن لا بأس، لكن ماذا وراء هذا؟ ماذا وراء تغيير الفكر، غزو القناعات، تغيير المعتقدات، الخروج والإخراج من وسطية الدين من جماعات متطرفة متشددة تحاول أن تغزو عقول أولادنا وتستلبهم منا ونحن عنهم غافلون. فضل. حقيقة حديثنا اليوم سيكون ذو شجون ومهم جدا، وانتشر حقيقة في الفترة الأخيرة مقاطع للتحذير من كثير من الألعاب الإلكترونية اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الحديثة. هذا التحذير الذي وصلكم هو لم ينبع من فراغ، بل الكثير من المقاطع الصوتية التي وردت إلينا تبكي القلب حقيقة، لأنها فعلا تؤثر على أطفالنا الذين لا يستطيعون أن يسيطرون على مدخلات عقولهم، وأنتم المسؤولون الأول والأخير على مثل هذه الأجهزة. يشرفنا في هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتور عبد الله الحريري، مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة، للحديث حول هذا الموضوع. دكتور عبد الله، وشيء ليالي مباركة على الجميع. الله يبارك فيك، ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح، وأن يجعل هذا الشهر خالصا لوجه الكريم. آمين. دكتور عبد الله، يمكن سمعت هذا الموضوع وقد يمكن كنت من الناس اللي فعلا يحتك بهذا الموضوع، أطفالنا، أبنائنا، شبابنا، أجهزة الجوال أصبحت في أيديهم، بل الواحد صار عنده جهاز وجهازين وثلاثة، وأصبح الواحد يبتعد عن أهله، بل يجلس ساعات طوال. وأنا أتفاجأ حقيقة أن أولياء الأمور الآن من أب أو أم يعانون الأمرين حقيقة في إدارة أبنائهم في أجهزتهم الإلكترونية، كيف يسيطرون عليها؟ في البداية كيف ترى تأثير مثل هذه الأجهزة الإلكترونية والألعاب التي فيها والتطبيقات المتواجدة فيها على أبنائنا وشبابنا وفتياتنا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله على نعمه وشكرا له على آلائه، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالحقيقة من البلايا العظيمة والرزايا التي رأيناها في هذا الواقع المرير في هذه العصور المتأخرة، ما نراه وما نشاهده وما نلامسه من هذا الواقع المرير الذي والله يندى له الجبين، عندما نرى هذه الأفكار وهذه الأمور التي أصبحت دخيلة على بلادنا وعلى مجتمعنا وعلى الإسلام بشكل عام، هذا الفكر الضال، كيف نشأ هذا الفكر وكيف تلقى أبناءنا هذه الأفكار وما هي الوسائل وما هي الأسباب الداعية؟ هذا الكلام أو هذا الموضوع بشكل عام موضوع مهم، والحديث فيه قد يعجز الإنسان لأن يأتي بملموم ويدرك حقيقة هذا الموضوع. لكن لو نظرنا بالفكر بشكل عام وأسباب الانحراف وأسباب الإرهاب، نرى أن الفكر هو السبب الرئيسي لما نراه من الواقع المرير. كيف يظنون؟ يعني هم لم يصلوا إلى مستوى دكتور حتى يظنون أصلا، هم أصلا ضحية حقيقة لهذه الأجهزة، هم جلسوا على جهاز وجدوا متعة فيه، وجدوا استمتاع في التعامل معه، وجدوا حرية في التواصل معه، فبالتالي أدمنوه فقط. هو التوسع الحقيقي بالفعل، عندما ترى الآن المجتمعات وحديث المجتمعات عن التقنية
والجاهل بالتقنية، يعني أصبحت التقنية هي أساس، هي كالأساس يعني، كأنها الجامعة وكأنها البيت. فيعني نحى الشباب هذا المنحى الخطير، ثم صاروا في معزل عن الآباء وعن المرشدين وعن المعلمين وعن الآباء. وكأنك يعني دكتور كأنك تتهم بعض الأجيال السابقة من الأساتذة والمدرسين، من بعض الدعاة أئمة المساجد، أنا أتحدث عن البعض ولا أعمم، عن بعض الآباء والأمهات الذين هم بمعزل عن أدوات التكنولوجيا، لا يتواصلون، لا ليس لديهم خبرة لكي يستخدمونها أو حتى يعلمون حقيقة ماذا يدبر الولد أو البنت وهو يمسك بجهاز الألعاب، ما هي الفلسفة التي تحكم هذه اللعبة. كأنك تلقي باللائمة على جيل يعني أكبر سنا لم يهتم بالدرجة الكافية بالتكنولوجيا. رأيك في الحقيقة الأجيال المتقدمة والرعيل، ذاك الرعيل الطيب، في الحقيقة يعني ما كانوا يحملون مثل هذه الهمم ولا يدركون بخطورة هذه الأفكار. يعني صحيح أن التقنية جاءت متأخرة والرعيل السابق، وكلنا يعني أدركنا هذا الرعيل، كان على صفاء وعلى نقاء، ينهلون العلم من مناهله الأصلية، يرتبطون بالعلماء، يرتبطون بالمشائخ، يقفون مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى العلماء فيما أشكل عليهم من مسائل الدين، من مسائل الحياة. فلا كان يعني لم يعتبروا هذه التقنية أنها هي ستأتي يوم من الأيام تجعلهم يرجعون لها في كل صغيرة وكبيرة. الإشكال أن بالفعل الأجيال المتأخرة عندما يرون هذه هذا التطور السريع للتقنية، وأن أصبح العلم يعني بإمكانك أن تتلقى المعلومة في ثواني عبر النت، تأخذ معلومة ما أنت بحاجة أنك تسأل ولا بحاجة أن تذهب إلى جامعة أو إلى مسجد أو إلى شيخ تستفتي منه مسألة، وليست هناك مرجعية لهذه المعلومات لكي أعلم أنا كطفل صغير إذا كانت صحيحة ليست أم لا. لا ليست يعني للأسف، وهذا ما يندر للجميل، أن هذه المعلومات تأتي من كل مكان، ليس لها مرجعية وليس لها في الحقيقة إلى أصول ولا ندري. لكن لو رجعنا إلى المرجعية الأساسية والصحيحة والمنهج اللي تربى عليها العلماء والدعاء لما وقعنا في شراء هذه الحبائل. طيب دكتور، لنفقط مشكلات التعامل مع التقنيات، دعنا نفقطها في 5 ضروريات رئيسية حتى نستطيع أن نخبر شبابنا ونخبر آبائنا وأمهاتنا بأثر مثل هذه التقنية، الإيجابي أو السلبي. على فكرة لا تتحدث حقيقة على أن التقنية ضرورة، ونحن لا نسير بلا تقنية، بل التقنية استطعنا أن نصل بها حتى بدعوتنا الله سبحانه وتعالى إلى بقاع لم نصل إليها في حياتنا بالسيارة ولا بالوسائل التواصل أو وسائل المواصلات العادية. لدينا 5 ضروريات في حياتنا يجب أن نؤمن بها، لدينا حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. دعنا نرى تأثير التقنية على هذه الخمسة واحدة واحدة. كيف ترى تأثير التقنية على الدين؟ أثرها أثرها واضح وجلي. في الحقيقة مثل ما ذكر الأستاذ بأن التقنية إما أن تكون نعمة أو نقمة. أناس استغلوا هذه التقنية استغلال أمثل، وأصبحت في الحقيقة الطريق واضح للدعوة إلى الله عز وجل على منهج صحيح، على يعني تيسير هذا الدين، إظهار محاسن هذه الشريعة السمحة. رأينا الناس على مستوى العالم بشكل عام يهتمون وينظرون إلى وسائل الإعلام، يتصفحون الإنترنت، فعندما يجدون معلومة يعني محالة إلى المصدر الصحيح سواء من الكتاب والسنة، حقيقة أثرت تأثير قوي جدا جدا، لأن في الحقيقة أناس استغلوها الاستغلال الأمثل، هذول أسوياء، فأصبحت هذه نعمة لخدمة الدين. ما يقابل ذلك أصبحت نقمة، لأن غيرهم من غير الأسوياء استغلوا هذه النعمة إلى نقمة، فحوروها إلى تحويرات أخرى استغلوها للأسف. وشيء في الحقيقة يعني مؤسف جدا، التصفح في 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 المواقع المشبوهة سواء كانت إباحية أو كانت مواقع مضللة تدعو إلى مناهج فكرية غالطة أو تغالط الإسلام، مناهج وآراء يعني تنقم من الإسلام
احنا وجدنا في الحقيقة أيضا في عبر هذه الوسائل من يكتب ضد الإسلام، من يشوه صورة الإسلام عمدا، يأتي بأحاديث وأدلة ثم يجمع متناقضات وعموميات ويشكك المسلمين في معتقدهم وفي عبادتهم وفي ما يتقربون فيه إلى الله عز وجل. هل يوجد لديكم في وزارة العدل يعني تصور لتشريع أكثر حسما لمطاردة المواقع المشبوهة، مواقع حتى شركات عالمية تعطي جيمز وتعطي ألعاب كثيرة للأطفال وتطلب منهم طلبات معينة حتى يدخل إلى سكور أعلى، إلى رصيد أفضل؟ هل تعتقد أن تجريم هذا الموضوع وتشديد العقوبة قضائيا قد يقضي على هذا الموضوع، أم نحتاج أيضا إلى التوعية بجانب القانون؟ هي بفضل الله عز وجل لو نظرنا إلى الدول المتقدمة وضعها مع هذه التقنية، في الحقيقة الدول المتقدمة أخذت بعين الاعتبار مراقبة هذه المواقع وهذه الوسائل وهذه والتواصل الاجتماعي بجميع أنواعه، يعني جعلت أيضا الرقابة أمر مهم، فأصبحت يعني في كل وقت تأتي بأنظمة وبلوائح. لو نظرنا إلى المنظمات الأمنية أو ما يسمى بالأمن الإلكتروني، رأينا أيضا ولله الحمد هذه الدولة المباركة متقدمة تقدما واضحا. لماذا؟ لأن أيضا من أكثر الدول التي استهدفت بوسائل التقنية وتخريب وإشغال الشباب ويعني محاولة طمس الحقائق المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول بشكل عام. عندنا ولله الحمد لا يخفى عليكم صدور النظام الذي يجرم هذه الأفعال وهذه الجرائم، نظام الجرائم المعلوماتية اللي صدر في عام 1428، في صدر بمرسوم ملكي ميم تقسيم 17، وصدر أيضا بالقرار المرفق القرار رقم 79 في 8/3 العام 1428، يعني تقريبا لتسع سنوات خلت في المملكة. هذا النظام هناك نعم. قانون لتجريم الاتجار الفكري بالمواقع الإلكترونية ومواقع نعم. التواصل الاجتماعي نعم. هل نحتاج بجانب التشديد في العقوبات إلى توعية دينية وأسرية واجتماعية نعم. أن تتحول جزء من خطب الجمعة ودروس المساجد بل وأيضا دروس على مواقع تحت إشراف أولياء الأمور لبث التطعيم الإيماني الذي يمنع أطفالنا من الوقوع في براثن هذه الأفكار المتطرفة؟ الشق الأول من السؤال أن هذا النظام لله الحمد عندما صدر في تقريبا 16 مادة، ضمن هذه المواد جرمت هذه المخالفات وهذه الجرائم. يعني عندنا مثلا في المادة السابعة والثامنة، المادة السابعة أيضا تجرم السجن بما لا يزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال لمن يقع في استحداث أو يعني استحداث موقع إرهابي عبر الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال، هذا رقم واحد. الأمر الثاني طال عمرك من يدخل إلى هذه المواقع عن يعني عن فهم ودراية، يعني إلى مواقع مشبوهة يدخل إلى هذه المواقع وهو يدرك بهذا الأمر، طبعا هذه العقوبة المترتبة. أتت المادة الثامنة من نفس النظام ويعني جعلت العقوبة نفس العقوبة، السجن لا يزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين لمن استغل نفوذه الوظيفي في تحقيق هذه أو نشر هذه الجريمة عبر يعني معلوماته الوظيفية، استغل نفوذه الوظيفي فأصبح يروج لهذه الجرائم وهذه الأفكار. الأمر الثاني استغلال الشباب والقصار والأطفال بتعليمهم لهذه التقنية وإشغالهم بها. فالمادة الثامنة والسابعة يعني جعلت هذه العقوبات هي الرادع لمن يقع في هذه الجرائم ولله الحمد. الشق الثاني الحقيقة التربية أمرها مهم، التربية هي في الحقيقة هي الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما نحل والد ولده بأفضل من أدب حسن. الحقيقة يعني مكوث الأبناء عن منأى وبعد عن الآباء وإغفال
دور التربية والتأسيس الصحيح نرى أثر. ما نراه في من هذه الآثار وهذه طيب. المشاهد. طيب دكتور، خلنا نعود الآن للضروريات. إذا الدين تأثرنا فيه فعليا بأننا ابتعدنا عن الدين، ابتعدنا عن مصادر المرجعية الرئيسية لأبنائنا وبناتنا، فبالتالي أخذ وقتنا هذه التقنية بشكل رئيسي، فأصبحنا بعيدين كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. طيب في الجانب العقلي، كيف ترى تأثير التقنية على الجانب العقلي في التعلم والتعليم ومدخلات هذا العقل؟ طبعا لا يخفى لا يخفى أن العقل في الحقيقة هو أساس الفهم. إذا أردت أن تقنع شخص بأي عمل لديك أو أي خطة لديك، كيف تقنعه؟ لابد تحاول أن تأتي بأشياء يعني تأتي إلى هذا العقل، إلى هذا الفكر. كيف يعني تقنع هذا الرجل حتى يخضع وتسيطر عليه؟ فالجانب هذا مهم. أيضا جانب أنها نعمة من الله عز وجل، استغلها الإنسان في تنمية المهارات، خدم بها الإسلام، حقق بها في الحقيقة سؤدد لبلاده، اختراعات، أشياء جميلة. هذا جانب إيجابي رائع جدا. الجانب السلبي أن هذا الشخص يعني لم يعمل هذا الفكر، ولم يعني ينظر إليه بمنظار دقيق وسوي، فأصبح في الحقيقة يدخل إلى هذه المواقع دون حسيب ولا رقيب، لا يعرف الغث من السليم. أي معلومة يتلقاها لا يسأل عنها ولا يدري أين مصدرها. فأصبح بالفعل يعني من 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 أعظم أسباب الإرهاب بشكل عام الفكر. الفكر ممكن سواء فكر عقدي أو فكر يعني غير العقدي. العقدي واضح معلوم أنه جهل بالدين وبالعقيدة الصحيحة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثوابت الشريعة وما تؤول إليه المآلات. هذا جانب. الجانب الثاني الانحراف العاطفي الروحي، بعده عن التربية، بعده عن المدارس، أيضا مرافقته للصحبة غير السوية. فهذه كلها يعني أسباب قوية جدا لانتشار الإرهاب ووسائل هذه وسائل التقنية التي عندي اقتراح. تعالوا نخرج بعض الشيء من الكلام النظري ونجري تجربة عملية زي ما بنقول كده، بيان على المعلم. أنا سوف أمثل فكرة متطرفا، قد أكون أنتمي إلى داعش أو أي جماعة متطرفة التي تسعى إلى تغيير القناعات لدى أطفالنا وتجنيد الأطفال في سن مبكرة لهذه السموم الفكرية التي تؤثر كما قلت فضلتك على العقيدة وعلى العقل، بل وعلى المدارك والوعي. عندما نجد أن الطفل يقال له، وهذا قد يحتاج إلى توضيح لمن لا يعلم من الآباء والأمهات، عندما تشتري فيديو جيم أو لعبة إلكترونية لطفلك، أنت تتصل بهذه اللعبة على الإنترنت وتعطي ميزة للطفل بأن يتواصل مع الآخرين في أي مكان في العالم عن طريق ميكروفون صغير وكاميرا صغيرة موجودة في الجهاز، وبالتالي أصبح منفتحا على كل العالم. لدينا مقاطع صوتية لحوارات واعترافات أطفال صغيرين هم بيلعبوا، فوجئوا بمحاولات تجنيد، يقول له إذا أردت أن تأخذ سكور أعلى أقتل والدتك، أقتل أباك، أقتل أخوك، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. أنا هحاول أجند فهد وحقول من وجهة نظر المتشدد، ما هي الأدوات التي يصل بها إلى الطفل الصغير أو للمتلقي ليحاول أن يقنعه أن هذا هو ما يرضي الله؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قال: من مات ولم تحدثه نفسه بالجهاد فقد مات على شعبة من النفاق. أتريد أن تكون منافقا يا فهد؟ وهذا سلوبهم في التجنيد. نعم هذا خطير. ألا تحب أن تجاهد في سبيل الله؟ نعم. الولد يقول: بلى، أنا أحب ربنا يبقى راضي عني، وأحب أبقى مقاتل ومجاهد. هذا الطفل. أعلمكم إذن بعض المهارات القتالية، أعلمك إذن كيف تجاهد. ثم بعد ذلك الطفل يسأل: ولكن أين الجهاد الآن؟ يسأل: هناك أراضي محتلة مثلا في فلسطين، أخشى ما أخشى ففيهما فجاهد، ثم يطلبون المعنى الحقيقي فاقتلهما لتجاهد. شيء عجيب جدا يا فهد. الطفل يستوعب كل هذا الكلام على فكرة.
لا في أطفال لا تستوعب. فقلت لهذا الطفل طيب ولكن الآن لدينا أولياء الأمور في عديد من الدول العربية والإسلامية لم يعلنوا الجهاد، إذن هم مخطئين ومقصرين وخرجوا عن الملة وهذا مجتمع كافر، أنت أخرج من هذا المجتمع وانضم إلينا، نحن جماعة التوحيد التي تدافع عن الإسلام، تعال قاتل معنا حتى تكون مجاهدا، فإن استشهدت فأنت شهيد في سبيل الله، وإن انتصرت فأنت تعلي كلمة الله. كيف نواجه مثل هذه الأدوات؟ هذه من الأسباب الواضحة الجلية للإنحراف، مثل ما ذكرنا الجهل بالدين، الجهل بالدين هذا من أقوى الأسباب، كون الإنسان يجهل بالدين ولم يقف مع آيات الله عز وجل ولا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك بحقيقة الجهاد وما هي الأحكام المنوطة بالجهاد، هذا هو الجهل. الأمر الثاني بعد هؤلاء القوم عن علماء المسلمين، العلماء الربانيين الذين يعني أمضوا حياتهم ووقتهم في خدمة الإسلام والمسلمين وتلقوا العلم تلقيا صحيحا. يأتي أمر آخر، التلقي من علماء البدع وعلماء الأهواء الذين لم نسمع بأنهم أمضوا حياتهم في العلم الحقيقي. من أين تتلمذ؟ كيف تلقوا هذا العلم؟ يأتي هذا الشاب وهذا النشئ يتلقى هذه المعلومة من شخص لا يعرف عنه شيء، لم يشتهر بين علماء المسلمين بأنه في الحقيقة عالم جليل، ليس مفتيا لأحد الدول، ليس من كبار العلماء، ثم يأتي يضلل هذا الابن ويدس هذا السم في العسل ويقول الجهاد. الجهاد له أحكام منوطة بالإمام، الجهاد ليس لأي شخص أن يتكلم في مسائل الجهاد، هذه مسائل كبرى عظيمة منوطة بإمام المسلمين، العلماء تكلموا فيها، من وقف سيدرك حقيقة الإدراك بما يصل إليه العلم الشرمي بأحكام الجهاد. طب ممكن توضح هذه النقطة الحساسة للسادة المشاهدين الأمور أولا، وإن كان يعني في الإمكان أن نشرح ده بشكل أكثر تبسيطا كمان للأطفال الصغيرين أو لشبابنا الغض الذي لا يعلم مفاهيم الجهاد وضوابطه. يعني بداية، هل هو الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي. نعم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فيعني القرآن يحدد أن النفر في سبيل الله ليست للمجتمع كله ولكن للمتخصصين المقاتلين المدربين من الجيوش النظامية وليست لعموم المسلمين في الشارع. نعم، هذه الأحكام واضحة ولله الحمد، والمغالطات في 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 أحكام الجهاد هي تأتي من باب أن هؤلاء يسممون الأفكار بأنك لماذا لا تجاهد. واقع الأمة الإسلامية حاليا في وضع جهاد، الأعداء تكالبوا على الأمة من كل مكان، فلماذا لا تجاهد؟ وما هو جهاد الدفع؟ وما هو جهاد أيضا الصائل؟ ومتى يكون هذا الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ هذه بسطها العلماء ولله الحمد بسطا واضحا جليا في كتب الفقه، وتكلم عندنا العلماء ولله الحمد في هذه الدولة المباركة عن هذه القضية وتوسعوا فيها. جهاد الدفع اللي في الحقيقة اللي أصبح هو جهاد دفاعي، يعني نعم، أصد الاعتداءات التي يعني تأتي على وطن. يقولون أن هذا الجهاد الآن يعني وضع الإسلام، عندما يرون مشاهد ويرون وسائل الأخبار تأتي تنقل المسلمين وما يحصل في المسلمين من التعذيب ومن النكاية، يقولون لماذا لا نذهب نجاهد؟ الجهاد مربوط بولي أمر المسلمين، لا يكون الجهاد يعني للعوام. اي نعم، لا يكون الجهاد فرض عين الا اذا اذن فيه ولي امر المسلمين. طبعا اذا اتى الاعداء الى ديارك، اذا اتى الى بلدتك وديارك واصبح في الحقيقه الوضع وضع حرب، هذا يعني تجاهد، ولا يستطيع احد يقول والله تجلس في بيتك لا تجاهد، لكن تخرج الى الجهاد يعني تحتسب الأجر أنك تخرج إلى 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 مواطن الحروب والقتال وتقول والله هذا جهاد دفع، هذا منوط بإمام المسلمين. طب لو بعض هذه الأفكار ردت علينا وقالت نحن مقصرون في نصرة إخواننا في مواطن كثيرة كما ذكرت حضرتك يستضعف فيها الإسلام والمسلمون، مثل ميانمار مثلا وما يتعرض له
أشقائنا هناك من قتل وتنكيل وتعذيب، وبالتالي نحن نريد أن نقوم للنصرة. فأنا أرى المجتمع مقصرا، وبالتالي سوف أخذ أنا زمام المبادرة وأذهب إلى الجهاد دفاعا عن أشقائي المسلمين. لابد أن ينظر إلى واقع الواقع، ما هي القوة الحقيقية التي لديه حتى يستطيع أن ينقذ المسلمين في العالم؟ ما هي القوة؟ يعني هل لديه قوة كامنة كبيرة يستطيع من خلالها أن يجعل هؤلاء الماردين الذين يعادون الإسلام والمسلمين في خروج عن هذه الديار؟ ما يستطيع. القوة يعني مهمة جدا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالقوة أمرها مهم. والقضايا الاقتصادية الآن أصبحت القوة قوة اقتصادية، وهذا اللي يجب أن ننهض به، والعلمية يسمونها الاقتصاد المعرفي الآن. فالآن التوجه القادم ولله الحمد والمنة في ازدياد، بأننا ولله الحمد والمنة في كل الدول الآن العربية والإسلامية أصبحت الآن تسعى إلى تعزيز مثل هذه المبادئ الاقتصادية والمعرفية حتى ننهض بأمتنا بطريقة تتناسب مع الجهاد الحقيقي في هذا الزمن دكتور. يعني نتكلم عن الجهاد لم يعد بالسيف والسلاح بقدر ما هو جهاد بالمعرفة والقدرات الاقتصادية، وهذا يجب أن نسعى إليه، لأن القتل وسفح الدماء لا أثر لها، وهذه نتائجها السلبية التي أصبحت دمار في مجتمعاتنا العربية. تتصور بنسبة كم في المية من يتصدون للخطاب الديني والخطاب الإعلامي الدعوي؟ بنسبة كم في المية بيّنوا للأطفال والشباب الذين يذهبون المسجد أن هناك ما يمكن أن نسميه جهاد العلم، أنك عندما تجاهد في علومك أو في مدرستك أو في جامعتك في البحث العلمي ليس فقط لكي تبحث عن وظيفة وتتزوج وتنجب أطفالا، ولكن لكي تكون أفضل عالم في تخصصك، أفضل طبيب، أفضل مهندس، أفضل كذا أفضل كذا. هذا جهاد أقوى من أي جهاد، لأن هذا يعطينا القوة والمنعة وتجعل الأعداء لا يفكرون في الاعتداء علينا. بنسبة كم في المية؟ 0%. لا أعترف لك يا شيخنا، والله 0%. للأسف الأجيال الجديدة صار هناك، أنا أنصح التعبير، يعني اسمحوا لي على هذه العبارة، الرفاهية اللي مرت علينا في الفترة الماضية لم نعد نهتم بأبنائنا مثل ما كنا في الأول. ممكن الدكتور تتطرق لها في بداية الحلقة، بأن الأب والأم ما عادوا يجلسون مع أبنائهم مثل ما كانوا، حتى الأب والأم تلقاه مشغول في أشغاله. بسبب رفاهية ولا بسبب ضغوط العيش؟ أنا أسميها الرفاهية وضغوط العيش. نعم، هذا تشبيه. نعم، هذا تشبيه من أراد مثلا أن ينتقل من مكان إلى مكان، يتجاوز مثلا نهر أو بحر، فيأتي بولده وهو يجيد السباحة، لكن يكبل يديه يقول يا ولدي اذهب أقفز هذا البحر أو هذا النهر حتى تأتي إلى المكان الآخر. ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك أن تبتل بالماء. فكون الآباء يبعدون ولا يجلسون مع أبنائهم في الحقيقة يعني الخطر المحدق. طيب بس دكتور خلينا نصير واقعيين، الآباء والأمهات الآن ما عادوا يجدون التقنية مثل أبنائهم. نعم، يعني مع احترامي يجب أن هذه الرسالة نرسلها الآن لأبائنا وأمهاتنا، مو عيب أن تجلس جنب ولدك أو بنتك وتبقى علميني. نعم، إلى ماذا أو تأتي بخبير وفني. نعم، وتسأله ويعلمك. نعم، ويدربك كيف يمكن أن تتحكم أولا في الجرعة التي يتعرض لها الولد. هناك ساعة بس أو ساعتين في اليوم، بقيت 24 ساعة تقسم في النوم وفي الاستذكار وفي الصلاة وفي الراحة وفي الجلوس مع الأسرة. صح، التي فقدناها كثيرا بسبب انغماس الكل، ليس الأطفال فقط، كل واحد ماسك جواله أو قاعد على الجهاز أو الكمبيوتر يلعب وسايب بقية الأسرة ولا أحد يعلم شيئا عن الآخر. بالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد دكتور أشار لها، يجب أن نستثمر الجوانب الإيجابية منها، يعني علموا أبنائكم كيف يستطيعون أن يدخلون إلى اليوتيوب أو السوشيال ميديا ويرسلون بعض الأدعية وبعض الأذكار وبعض البرامج الدعوية وينصح غيره حقيقة بأن يجد لذة في هذه المتعة والتعامل مع الشبكات الاجتماعية. التوجيه يعني. التوجيه الإيجابي. نعم، إحنا رأينا في الآونة الأخيرة أن الآباء يعني ما عاد يهتمون، يعني يأتي الولد رآه في معزل وفي يعني عزلة ما يهتم. المفروض أن يأتي بولده، يعني يستقبل مثلا الضيوف، يرسل في قضاء أي مهمة للأسرة للعائلة، ينظر يا ولدي من تصاحب، من أصدقائك، ماذا تقرأ، يعني ينظر. بالعكس يعني لو أتى بطريقة يعني جميلة ومحببة إلى ولدي، أرني جوالك يا ولدي، ينظر ماذا يعني إيش في الجوال، أنا ودي أتعلم منك، وينظر فيه أنت من أصحابك، يعني وش المانع أنه يستضيف أصحابه في البيت.
دلوقتي كل يعني واحد عامل باسورد للجوال. هذه خطيره. ما حدش يعرف يدخل ويشوف في ايه. ترى ننحرج منها. لا دكتور ايضا تطرقت لجوانب اللي هو البدائل. يعني الطفل الحين في بعض الاسر المنتجه الان وبعض البنات الله يعطيهم الف عافيه بداوا يستخدمون الوسائل الاتصاليه بذكاء، فاصبحت انشغلت تطبخ وتبيع، تصمم وتنشر، جميل، تبحث عن ملابس معينه وتنشرها في متجرها الالكتروني. جميل. والله هذه او هذا الذي انشغل في بيع الاجهزه الالكترونيه او زياده ايراداته الالكترونيه والله لن يتاثر باي فكر سلبي سواء كان داعش او ارهاب أو لان شو اللي خوفنا احنا حقيقه الردود الفعليه التي اتتنا، الاصوات التي وردت الينا بان هناك من يدعو الطفل لان يقتل اباه. نعم وامه. صحيح. ويدمر امنه ويدمر مجتمعه ويدمر وطنه. هنا بعد التقرير لو نقدر حتى صوتيا نسمع المشاهدين نموذج من هذا. انا بس الاول يعني ماذا بجهزنا نطلع لساحة الحرم مع الزميل أسامة الذي يستقبل زوار بيت الله الحرام في ساحة الحرم المكي الشريف. إليك أسامة. شكرا زميلي فهد، شكرا زميلي علاء، مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيفكم الكريم، مساء الخير على مشاهدينا الكرام متابعينا عبر القناة السعودية الأولى وعبر الفضائية المصرية. اليوم من كما عودناكم مشاهدينا الكرام من ساحات بيت الله الحرام أن نلتقي بزوار بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف بيت الله الحرام. معنا الآن سعادة الأستاذ محمد مهدي الحارثي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة والمشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة والمشاعر. السلام عليكم، سعداء بتشريفك لنا أستاذة. حياكم الله، وأنا أسعد أيضا بهذه الدقائق المعدودة مع القناة السعودية الأولى. أستاذ محمد، يا ليت تحدثنا بأبرز ما تقوم فيها العمل الكشفي أو أبرز المهام اللي أنتم مسؤولين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر الأعمال التي يقوم بها أبناءنا الطلاب في المسار الكشفي أو المسار التطوعي يتم تنفيذها من خلال هذا الموسم الكريم من خلال 10 برامج تقدم لزوار بيت الله الحرام. أبرز هذه البرامج هي مشاركة أبنائنا الطلاب مع لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة لتنظيم دخول الأطعمة إلى ساحات الحرم المكي الشريف ومنع بعض الأطعمة وبعض المأكولات التي لا ينبغي دخولها في هذه الساحات. يشارك في هذا المشروع أكثر من 230 طالب، وهناك مشروع آخر مع أمن الحرم يشارك فيه أبنائنا الطلاب في المسار الكشفي، قرابة 400 طالب من كشاف وجوال يشاركون مع قوة أمن الحرم في تنظيم المصلين أثناء صلاة التراويح والتهجد، ويشاركون معهم في الأعمال التنظيمية داخل الحرم المكي. هناك مشاركة أيضا لأبنائنا الطلاب مع وزارة الصحة في المستوصفات في ساحات الحرم أو داخل الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي ينفذها أبناءنا الطلاب في توزيع الوجبات، ولهم سفرة مخصصة في هذا الموقع يوزعون يوميا أكثر من 2000 وجبة، وهناك توزيع للوجبات داخل الحرم، وهناك مشروع نوعي وجميل وهو توزيع عبوات ماء زمزم في المطاف، يوزعون أبناءنا يوميا أكثر من 8000 عبوة على الطائفين قبل أذان المغرب. وأيضا مشروع للعربات يستقبل أبنائنا الطلاب في العربات العجزة وكبار السن لإيصالهم إلى مكان توزيع العربات، بالإضافة إلى مشروع سيارات الجولف التي يقوم بقيادتها أبنائنا الطلاب أيضا والكشافة لإيصال المعتمرين من الأماكن البعيدة إلى ساحات الحرم. أستاذ محمد، ما هي أبرز المهارات التي يكتسبها الطالب أو الكشاف من هذا العمل؟ لا شك أن الأعمال التطوعية بصفة عامة تبني شخصية الطالب وتعمق فيه روح البذل والعطاء والعمل التعاوني والصبر والتحلي بالأخلاق الحسنة. وهذا المشروع حقيقة تدعمه وزارة التعليم، وقد دشن هذا المشروع معالي وزير التعليم في بداية الشهر وشارك أبناء الطلاب للتأكيد على أن هذه المشاريع النوعية تحقق التكامل بين المقررات والمناهج المدرسية وبين الممارسات والسلوك التي ينفذها أبناءنا الطلاب في واقع.
وهنا في هذه البقعة الشريفة والأماكن الطاهرة نريد أن نظهر الصورة الحسنة والصورة الحقيقية لأبناء المملكة العربية السعودية الذين ينشرون الإسلام بسماحته وسطيته وعموميته وينقضون كل ما يقال عن أبناء المملكة في موضوع التشدد أو التزمت. نحن نرى هنا الصورة الصحيحة والحقيقية عن أبنائنا الطلاب حينما يشاركون جميع الجنسيات في تقديم الخدمات وتسهيل مهامهم وتيسير أداء زيارتهم وعمرتهم لمكة المكرمة. أستاذ محمد، اليوم موضوعنا في الاستوديو عن استغلال الجماعات الإرهابية للألعاب الإلكترونية والتغريب بفكر الأطفال. في ظل استغلال الجماعات الإرهابية للألعاب الإلكترونية للتغرير بفكر الأطفال، هل سنشاهد هناك توعية من وزارة التربية والتعليم للطلاب في السنوات القادمة؟ هناك مشروع كبير أطلقته وزارة التعليم وهو مشروع فطن يعنى بهذه الممارسات ويحاول أن يخفف كل المهددات والأمور التي ممكن تجذب أو تستقطب أبنائنا الطلاب وتحرفهم عن المسار الوسطي وتحرفهم عن مسار الإسلام. هذا المشروع الكبير انطلق في المدارس وانطلق في إدارات التعليم وله برامج وله يعني آليات محددة، وبالإضافة إلى البرامج والمشاريع السابقة التي تعنى بتوعية الطلاب من جميع المهددات سواء كانت إلكترونية أو غيرها. الأعمال التطوعية تصب في هذا الأمر، فحينما يشارك الطالب في الأعمال التطوعية ويحقق رغبته وميوله في تقديم خير لهذا الدين أو إظهار الصورة الحسنة للمملكة العربية السعودية، لا شك أنه سينصرف عن كل هذه الملهيات والمهددات. وإذا كان الطالب فارغا ولا يوجد له حقيقة توجيه ربما ينساق لمثل هذه المسارات، فنحن من خلال الأعمال التطوعية والأعمال الكشفية نحقق رغبة أبنائنا الطلاب في تحقيق شخصياتهم المستقرة وتقديم العطاء والبذل الذي يرغبون فيه، خاصة في هذه المرحلة مرحلة المراهقة. وبإذن الله عز وجل تحقق التكامل بين هذه المشاريع والبرامج والمناهج المدرسية ونحصن أبنائنا الطلاب من جميع هذه المنزلقات. طيب، بعيدا عن الكشافة، بصفتك مدير تعليم لمنطقة مكة المكرمة وفي هذا اليوم الفضيل والمبارك، دعوة من القلب لطلاب وطالبات منطقة مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية بشكل عام. لا شك أننا في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة ونحن على مشارف هذه الليلة الفضيلة، ليلة 27 من رمضان التي يذكر أكثر العلماء أنها هي ليلة القدر، أدعو الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا ويسدد خطاهم ويأخذ بأيديهم وييسر كل عسير لهم، وأدعو لأبنائنا الطلاب بالسداد والتوفيق طلبة وطالبات، وأن يجعل النجاح والتوفيق والتميز والفلاح هو طريقهم دائما وتتبارك أعمالهم، ونسأل الله عز وجل أن يكلل نجاح التكامل بين الأسرة والمدرسة حتى نحفظ أبنائنا الطلاب ونحقق لهم مستقبلا آمنا في ظل هذه الرؤية العظيمة للمملكة العربية السعودية التي ركزت على عمقها الإسلامي والعربي من خلال هذه المشاعر التي نستقبل فيها الملايين من أبناء العالم الإسلامي. نحن في هذه الساعات الفاضلة وفي هذه الأوقات الشريفة نبتهل إلى الله عز وجل أن يحقق دعاءنا وأن يستجيب رجاءنا في أن تستقر أحوال المسلمين أجمعين وأن تكون المملكة العربية السعودية هي رائدة التقدم والازدهار في العالم كله. الأستاذ محمد مهدي الحارثي، مدير التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة والمشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة والمشاعر المقدسة، شاكرين لك قبول دعوتك وتشريفك لنا. شكرا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسددكم، ونلتقي قريبا إن شاء الله. الله يحفظك. ونحن بدورنا مشاهدينا الكرام نسأل الله في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الفضيل أن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وأن يحفظ أبناءنا وأطفالنا من كل شر يا رب العالمين. عودة إلى الزملاء في الاستديو، إليكم الكلمة.
شكرا أسامة، وشكرا لضيوفك الكرام من زوار بيت الله الحرام، ونؤمن على ما دعوت أن يحفظ الله سبحانه وتعالى أبنائنا وأطفالنا من كل سوء، لأنه الحقيقة نحن نتحدث عن قضية فيها ليس فقط زرع التطرف وزرع الأفكار التي تخرج عن وسطية الدين، ولكن حتى ارجع خطوة إلى الوراء معي فكريا لثواني معدودة، لتكتشف أن هذا يزرع العنف وفكرة أن منظر الدماء ومنظر السلاح والقتل والقنص والذبح، كل هذه هي مناظر يعني عادية من باب الألعاب التي يتسلى بها الأطفال، فأصبح منظر الجريمة ومنظر الإنسان الذي يموت ويعني تنفجر أشلاؤه وتخرج دماؤه في كل مكان في الصورة، والذي يسرق ويكسر القانون ويخرق القانون، أصبحت شيئا عاديا ولم تعد شيئا مجرما عند هذا الطفل. إيه رأي حضراتكم نسمع مقطع صغير من اعتراف طفل بفضل الله أصابته صدمة فكرية وعقلية مما قيل له من هذه الألعاب ومما قيل له من التواصل مع بعض الشخصيات التي تحاول أن تخترق عقول أطفالنا وتقول له أن أنت يجب أن تكون بطلا مغوارا فتقتل وتجاهد وتحارب وتفعل كذا وكذا وكذا. وعلى فكرة على ترى هذا 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 لا يمثل لا يمكن 2 أو 3% من مجرد نموذج. نعم أطفالنا اللي جلسوا مع آبائهم وبلغوهم وش اللي صاير يا شيخنا، وهذا خطير جدا بأن الطفل الآن هذا الوحيد تحدث مع أمه أو مع أبوه وأخبره بهذه الأسرار التي تكون في هذه الألعاب الخطيرة والتي تؤثر على فكره وعلى معتقداته، وليس فقط معتقداته السياسيه او الاقتصاد او الفكريه، وانما ايضا حتى الاخلاقيه. هذه الالعاب التي تحتك بالناس وهم لا يعرفوا كيف يتعاملون. نبي نشاهد المقطع ونسمع هذا المقطع مع بعض، كيف الام تحدثت مع ولدها والولد ماذا قال لامه. نسمع الان المقطع مع بعض. يعني اعتقد ان المقطع هذا يمثل فعلا واقع الكثير. يعني جوك فين؟ جوك يقولون نظر. لا ايش قال لك؟ يقول لي اقتل امك. فين جات الرسالة؟ في السني. وكمان يقول واحد قال لي كمان اقتل واحد من اقاربك، لكن هذول اللي كذا يمكن جوني 4 توقعي، واربع على طول حضرتهم اعطيتهم حضور. يعني جوك فين؟ جوك يقولوا لك رسائل. واحد في لعبة وثلاثة في السني من السني نفسه. كيف من السني نفسه؟ تعرفهم يعني أصحابك؟ لا 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 يضيفوني. أي ألعب أي لعب ألعب أي جيم تبلير كذا أي جيم يعني مع ناس ما أعرفهم يجي كذا يتكلم. أنا أتوقف هنا. يعني هذا المقطع سمعته يا دكتور وسمعته شو يقول، سمعت ان هذا الابن انصدم حقيقة بالكلام. هذا كويس اللي جاء وبلغ امه يعني. وترى اتوقع ان كثير من اطفالنا واتمنى فعلا من شبابنا واطفالنا ليتهم يعلمون، يعني ليتهم يسمع ابوه وامه يقول لك كل شيء. لا تخفي، ترى ابوك ما راح يضربك وامك ما راح تضربك اذا انت اخبرت الحقيقة. لازم الاب والام يا فهد يكونوا اصدقاء لاطفالهم، مش فقط تربية قاسية. هذه خطيرة على فكرة. شخصيا انا ابني عبد الرحمن جت رسالة في الواتساب كانت تجنيده في داعش. رسالة. نعم رسالة. وجي قال لك على طول؟ نعم أخبرني بهذا الشيء، فرحت أنا وتواصلت مع الشخص هذا مباشرة، فلما شافني أنا كبير في السن مباشرة ألغى الاتصال، وهذا شيء مريح. ولا نعرف نتتبعه؟ القضية هي الأرقام خارجية. القضية مهمة أن الآباء لابد أن يغرسوا في نفوس أبنائهم وضع الدم الحرام، وأن هذا القتل حرام، ويأتون بالأدلة من الكتاب والسنة، لأن الأبناء إذا فهموا هذه الحقيقة بلا شك إن شاء الله سيبع. يعني لو جاوب حديث ابن عمر لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حرام، ويبين بأن زوال الدنيا بأسرها عند الله، يعني لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل دم المؤمن. ثم يأتي الإشكال أن هؤلاء السفهاء الأحلام والصغار هذا اللي أصبحوا في الحقيقة انتشروا بهالطريقة، هذا مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه خيثمة بن سويد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يتجاوز الإيمان حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. لا حول ولا قوة.
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. رب قارئ للقرآن في البخاري ومسلم. رب قارئ للقرآن والقرآن ويلعنه. يلعنه نعم. وهذه نقطة خطيرة. هذه غرسها مهمة في نفوس الأبناء. أعتقد دكتور أنا أعتقد وصلنا إلى ختام الحلقة اليوم، وأعتقد أن حديثنا جدا دقيق وجدا واضح بأن أبناءنا هم أمانة في أعناقنا، ويجب ألا نخجل من أبنائنا. نعم. بل نجلس مع أبنائنا على مثل ما ذكر، كن صديقا له، اجلس معه، ارسل له رسائل في الجوال، تواصل معه، كون له ذلك الجروب الذي فعلا يشعر بمتعته مع أبناء عمومته وأبناء خالته، نشئه على نشئه على نشئ الفتيان فينا على مكان على مكان عمومته. فبالتالي لماذا نخجل من بنتي ولا من ولدي ولا من زوجتي؟ بحننا نتواصل بشكل مستمر، نخبرهم بأسرار وخطورة هذه الأشياء على مستوى الأخلاقي وعلى مستوى الفكري والعقدي، نكون بجوارهم دائما وأبدا، نشعرهم بالأمن والأمان. حقيقة الحديث معك شجون، شكرا لك دكتور. شكرا دكتور عبد الله، شرفتنا في الملتقى. ويمكن يعني يجب ان نقول كلمه في النهايه، ان ليس معنى كلامنا اننا ضد الترويح او ضد الترفيه او ضد الالعاب، او نريد ان ننشئ اطفالنا على نشأة يعني شديده منغلقه. بالعكس، انفتح هو للعالم، ولكن لا تاخذوا منه الا كل نظيف ومسلي لا يختلف مع شريعتنا السمحه. وحذاري حذاري حذاري كل الحذر من أن تتركوا الأبناء والبنات فريسة لأفكار لا تعطون الوقت الكافي لمتابعتها والخبرة الكافية لتحري الأفكار والفلسفات التي هي موجودة داخل هذه الألعاب، فهي مسؤوليتكم. فالطفل إما قنبلة موقوتة تنفجر في وجه المجتمع إن أسيء تربيتها، وإما هي عنصر من عناصر القوة التي هي لمستقبل أفضل لمجتمعاتنا الإسلامية. وهذا الشيء اللي فعلا يجب أن نستثمر هذا الوقت المناسب وهذا الوقت الفضيل وهذه الساعة المباركة بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحمي أبناءنا وبناتنا في كل مراحلهم الحياتية، وأن يجعلهم نافعين لمجتمعهم ووطنهم، وكذلك أن يبارك لهم في أعمارهم، وأن يرزقنا برهم ويرزق والديهم كذلك برهم، وأن يجعلهم نافعين في لوطنهم ودينهم ولملكهم ومجتمعهم، وأن يجعلهم راية عليا يقدمون الشيء الجميل لمجتمعاتهم. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على القناتين الفضائية المصرية والقناة السعودية، شكرا لفندق أنجوم على استضافته لنا، شكرا لفريق العمل خلف الكاميرا، شكرا على شكرا أخ فهد، وتحيات متواصلة لكل مشاهدينا في كل مكان على الفضائية المصرية والتلفزيون السعودي. ولا تنسونا من صالح الدعوات في هذه الليلة المباركة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا لك دكتور.